انا تري من بجيب بالتحديات مين؟ بجيب ايش اسمه من يده لعب شام استرمانين. هذا وكر صغالي دون ترى اخذت الرايفلز انا بس اللي ما ينبعون باقي اخذهم في الشامبيون بدل. طيب الحين اوكي راح يمين ناخذ هذا وباذن الله باذن الله يا رب. يعني شفت الاسبوع اللي راح ما طلع لنا الا والله طلع على 86 هو بس انا ما طلع لي شيء ابد كالعاده معنا ابو دحم اللي ما اعرفه يعني يا رب. يلا خذ اليمين سار. يمين دربه انا مين يمين دربه يمين جابت فين العيد واليسار اللي كانت فيها 86 اذا ما تذكر بس يلا راح يسار يسار اكيد يلا يروح بسم الله يا رب يا كريم نبغى نسيني حلو 85 انا قاعد اجيب الكريتنج صراحه ريتنج. والله والله ريك ريتنج حلو يا رب يلا ها بسم الله مدافع تكفى برتغالي شو اسم بريرا اتوقع اوه بليا والله حلو مره وفي الكام والله ذاك والله ذا اسطوري تستاهل ب 86 يجي والله فرنسي بعد يلا عطني اياه والله ما انا اتمنى يطلع لي عشان احطه بدل ذا بدل جريزمان هذولي لا احطه بدال مكان فيرون ذا كويس في طاقاته والله خرافيه ترى تطور كثير والله حلو 85 86 يا عيال انا سويت اللي علي الحين باكجات لا تدورني لا باكجات والله فيه وفي ترى فيه اصبر وين نفتحه بس يعني تخيل يطلع لك ايكون مستحيل هذه بورد اوكي ما ادري والله وكاوت ولا لا أرجنتيني؟ مستحيل بنيقة لاعب للشباب شباب الله يدنيا بس كويس 83 وينباع؟ لا ما ينباع تحديات لا ما ينباع أنا تري من بجيب بتحديات مين؟ بجيب شو اسمه من يده لاعب شام 86 هذا وكر صغالي دون هدوم هدوم يا ساتر يا ولد شكرا يا ولد شكرا دون لا 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 يا ولد يا لبيه هذا سيدة سيدة للتشكيلة سيدة إلا إذا انباع إذا انباع والله إذا انباع بسوي التحدي ما ينباع متأكد يا ساتر أنا وين رحت أنا وين رحت ما ينفع والله دوت هتسين لا لا سلوم ظنيو يو صدمة كبيرة والله والله صدمة قدرت تشوف اللاعب مو بلي اللاعب مو بلي عرقت انا طيب انا اللاعب ذي عرقت يا الله ودي النادي خايف اني اسوي كسله طيب داعي رادية رحت تشكيله شوف حطه تحت وبدا بدا بهيب مربع اوكي جبتون يا ساتر نزل فوق وين؟ ستي على طول حط ستي طيب ما في خط ذا ما عليك اجيب مدرب برتغالي ولا هذا يضبط ذا حطه هنا يعني عادي ما تفرق يا ساتر يا والله الدوم منصدم الدوم موجود شبي ذا والله اني منصدم خلاص لو تجيب لي شوف لو تجيب لي سالم الدوسري والله خلاص ما ادري منصدم للحين مستوعب خلاص انا ما توقعت الدون ولا 1% توقعت انا قلت برتغالي استي قلت مين فيه شو العلم يوفنتوس ولا بعد ما ينبع هو خلى اوكي يعني صراحه شيء يقهر انه ما ينبع بس الدون بس يعني بسوي لك اشياء تحلم فيها تستهبل استي جامد 93 الدون خلاص الباقي قلت لك الباقي كله ما عاد بشيء شيء ودي تحت كله يا ساتر لا. بيطلع لي انا بحسابي طيب اخذت حظك يمكن يطلع لك ميسي شوف ميسي طلع لك 85 حمر مره كويس ولا بنوتشي ينباع بعد ينباع 35 تقريبا 5 لا 18 ودي
ودي ودي نادي خلي والله العظيم يعني ما ادري ايش اقول صراحه. لسه باقي الميجا باك. شوف كم باك اربعه والله اربعه يا ساتر. تخيل مكرر الحين وكاوت دي ولا بورد الا وكاوت سباني لا تامر يعني سول ولا كوكي 85 86 والدون ايش تبي بعد؟ خلاص الدون يكفي الدون يكفي بسم الله. ايوه وكاوت متاكد انه تيم اوف ذا ويك. اي تيم اوف ذا ويك من ذا تركي؟ اي تركي 86 سريع والله 10000 كوينز بس ان شاء الله تحدي. لا بحطه في تحدي لان يطلبون لاعب ويك اصلا. خلني استوعب ان الدون جاك خلني استوعب خلاص الدون الدان خلاص يا الله. الاسبوع اللي راح يعني فقدت الامال وكل شيء بس اوكي قول لي ذا كان حق يا ساتر بلنس. يا ساتر قاعد اقول لك تخيط لايك ليجند قلت لك خلاص لو تجيب لي مين انا ما عاد ابي غير الدان ما عاد تبي احد ها والله شكرا والله شكرا. يعني شفت التعب اللي تعبناه في قبل تصوير ان نضبط القطعه وخرب علي انا كم شيء سبحان والله الله يسوى والله يسوى والله يسوى. طيب انا جبت سيلفر لاني ما كملت مباريات سيلفر 1 وبسم الله نشوف اللاعب الاحمر وكالعاده بس مين اتوقع يجي طلع لي لابا مو بلابا لابا كذا لكن انا متعود هذا حظي يعني. طيب انا باخذ باكجات اللي ما تنباع حتى عشان يطلع لي الدون. اوكي ديفجن 2 والله او المرتبه الثانيه بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم. ابغى لاعب يسوى والله العظيم ابغى لاعب يسوى بس ما عاد بشيء ثاني يعني. اتوقع هذا الباكج هو اللي في هذا مشكله ما اعرف الوك اوت مو موك اوت والله ما اعرف. بسم الله وعلى بركه الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم. هذا الباكج ما في سكيب ما ادري هذا الباكج اتوقع انه ما ينباع. هذا شاشات والله لا شاشات ولا شيء حتى ما ينباع وش هو. طيب اتمنى والله انا ودي اوريك صراحه بس ما ادري شلون ما اقدر. شاشات سي بي اوكي راول البيل اتوقع ان شاشات فرنسي ال ام كومان ما في احد يعني ما يطلع لي احد مستحيل يطلع لي احد كويس بس كويس يعني 84 باكيزين كلهم رير حزمة ميجا يلا ان شاء الله يطلع لي يمكن جحفل ارجنتين ار دبليو دي ماريا حلو طلع لي باتشواي مو باتشواي شو اسمه ذا؟ ابراهام اتوقع لا والله زيرو اخر باكج يا عيال اخر باكج تكفون تكفون انا ما اقول لك لا شكرا الدون بسم الله يا واحد رب واحد. يا كريم يا رب يا كريم. هذا شكله ووك اوت الماني سي ام كروس حلو حلو 90 88 حلو والله العظيم حلو سبحان الله بس دعيت كم بيسوى اتوقع صح؟ اتوقع ما احد اتوقع كذا احساس يا رب لا ما احد ما ينباع هي تحديات يا شباب تحديات والله في تحديات كثير صامل على هذه التشكيلة يا شباب شو نسوي يعني ما طلعنا احد والله ما طلعنا احد. تعطني رايك الحمد لله في تغيير. عطنا رايك في بيليا عشان نشتريه ولا لا؟ قاعد العب بالدون والله. فيرون سبب لي ازمه قلبيه يجيب السمرقع تعرف السمرقع؟ ثقيل ثقيل بشكل اسوأ لاعب جربته من الليجند سيء ما في ميزه واحده اللي هو الجسم بس لا جسم شويت حتى شوته بعض الاحيان وبعض الاحيان هو يمزع بس الدقة ما أنا دقة يمزع بس ما قصرت صراحة وأنا ما قصرت في الدوم بس إنه ودي إنه ينباع عشان تفرح أكثر بس تستخدم أنت يا رجال خل نلعب فيه يا رجال يعني يا ويلك ما جبت إليت ما أنا داخل بس أنا جولد 3 يا رجال جولد 1 ولا تزعل إيه جولد 1 يلا جولد 1 بعدين إليت 3 عموما بس هذا كان مقطع اليوم شكرا أبو دحم اللي أعطاني حسابه وطلعت فيه الدون وطلعت فيه 85 86 حمر الحمد لله حظنا اليوم كويس في حساب ابو دهم لكن حسابنا يعني
الله الله يستر بس مرات الجاية إن شاء الله يطلع لك شيء كويس. يا ريت ما تنسون زر اللايك وحسابات أبو دحم تحت اللي يبغى يتابع يبث على تويتش. حبيب. وعندي حساب انستغرام. فبس كم على خير. سلام.